السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الدرس السابق تطرقت معكم إلى شرح خصائص الميرجين، وعفوا أني نسيت وكنت أظن أني شرحت باك جراوند والهايت والويد. في هذا الدرس بإذن الله سأتطرق معكم إلى شرح الباك جراوند. يعني بكل بساطة الباك جراوند هي اللون الخلفية، عكس قمنا بدراسة الكولر. الكولر عفوا تعطيك لون خاص بالنص، الكولور لون خاص بالنص، والباك جراوند لون الخلفية. لاحظ معي، إن وضعت في الكولور، سأضع كولور والكولور سيكون اللون الأبيض، ثم الباك جراوند سيكون اللون الأسود. لاحظ معي الفرق. سأدخل وأرى النتيجة، أقوم بتحديد الصفحة كما تلاحظ معي. هنا سأقوم بنزع الميرجين هذا كما تلاحظ معي. هنا يعني الكولور يعني الخاص بلون الخط هو اللون الأبيض، أما لون الخلفية هو اللون الأسود. هذه هي فكرة الباك جراوند، يعني الفرق بينها وبين الكولور. لهنا ينتهي درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.